طبعا زي ما شفتوا سوينا لكم البوفيه والكافيه او اللونج. اديكم رايي في الاكل حقيقه. اليوم صدمت. انا دائما متعود لما اروح بوفيهات بالذات عند الفنادق الحرم يكون الكواليتي الطعم، بس اليوم من جد صدمت. اكثر الاطباق 90% الاطباق كان طعمها من جد مره ممتاز. اطباق الاسماك جدا طعمه. الحلويات ايضا جميله. برضو عندهم قسم العصيرات، عصيرات طازه تنعمل قدامك، الفواكه اللي تحبوها انتم تنعمل قدامكم. طبعا البوفيه الليله البحريه او البوفيه البحري فقط يوم الخميس. طبعا قيمه البوفيه ب 150 ريال اليوم. طبعا قيمة البوفيه 150 ريال فقط للمتابعين منه، حيكون قيمة البوفيه 126 ريال. البوفيه البحري حيكون كل يوم خميس